من بعثي قديم محسوب على جناح صلاح جديد الذي شن عليه حافظ الأسد حملة استئصال من المراكز القيادية في الدولة، تحول إلى معارض للأسد نفسه، وما لبث أن تحول إلى معارض للنظام ككل بعد أن رأى أن حافظ الأسد حول الحكم في سوريا من نظام حزب إلى نظام فرد وعائلة وطائفة. عارض نظام الأسد منذ 1970، كتب في السياسة والرواية، برز مجددا منذ انطلاق الثورة، فكان عضوا في المجلس الوطني، ثم انتقل من لجنة الحكماء في الائتلاف إلى عضو الهيئة السياسية. عقاب يحيى وأجواء الائتلاف الذي لم يفارقه منذ تأسيسه في لقائنا هذا، أهلا بكم. منذ أن استولى حافظ الأسد على السلطة عام 1970 بانقلاب عسكري، أخذ عقاب يحيى، وهو من الطائفة الإسماعيلية الذي تعتبر المدينة التي يتحدر منها السلمية المركز الأساسي لهذه الطائفة الكريمة في سوريا، أخذ موقفا معارضا ونشط في العمل السياسي السري حتى لاحقته مخابرات الأسد على مدى 5 سنوات. هاجر بعدها إلى الجزائر واستمر في عمله المعارض للنظام، ومع اندلاع الثورة كان أول المنضمين لركبها. نظرة عن قرب على السيرة الذاتية لعقاب يحيى نقدمها لكم في التالي. ولد عقاب يحيى عام 1946 في مدينة السلمية بمحافظة حما، حاصل على إجازة جامعية في الحقوق، بعثي قديم محسوب على جناح صلاح جديد. عارض نظام الأسد منذ استيلائه على الحكم في انقلاب عام 1970، تولى إنشاء تنظيم سري هو التجمع الوطني الديمقراطي في عام 1976. طرد بعد تشكيله التنظيم السري 5 سنوات داخل سوريا من قبل مخابرات أسد. انتقل إلى الجزائر أواخر الثمانينات وواصل نشاطه المعارض عبر الكتابة السياسية والروائية. كان أول مقال كتبه بعد انطلاق الثورة السورية بعنوان حلم العودة للوطن لم يعد بعيدا. له آلاف المقالات والدراسات وبضعة كتب منشورة وغير منشورة وأربع روايات. شغل منصب عضو في المجلس الوطني ثم عضو في الهيئة السياسية للائتلاف وكذلك عضوا في لجنة الحكماء. مستندا على موقف فكري نقدي ومخزون لغوي ثري ووافر جاء من كونه كاتبا وأديبا، أخذ عقاب يحيى عضو الهيئة السياسية في الائتلاف ينتقد المشهد الثوري السياسي وضعف أدائه رغم أنه أحد مكوناته. لا يطعن بمواقف الرجل وحرصه على الثورة وهي كثيرة، لكن يؤخذ عليه سكوته عن تجاوزات الائتلاف وكأنه سلم للأمر الواقع واقتنع بمقولة يد واحدة لا تصفق، فآثر أن يبقى في إطار النقد والتنظير. عقاب يحيى والمزيد في هذا التقرير. من السهل أن تقول، لكن من المهم أن تفعل. بعينه النقدية الفاحصة يحرص عضو الهيئة السياسية في الائتلاف عقاب يحيى على تشخيص الواقع الثوري عموما والمشهد السياسي على وجه التحديد. إنما يقتضي المنطق أن الرجل يشغل منصبا منحه سلطتي التشريع والتنفيذ معا، أي أن الندب وجلد الذات لا يعدوان أن يكونا إلا تنصلا من المسؤولية في محطات كثيرة. فكم من مرة شن فيها عقاب يحيى هجوما لاذعا على رفاقه في الائتلاف نظير أدائهم السياسي الرديء وتقصيرهم في مهامهم، ثم تناول بعد ذلك وجبة عشاء فاخرة في أحد مطاعم اسطنبول. منصبه في الائتلاف وما يتطلبه من دبلوماسية لم يمنعه من الحديث بصراحة عن مواقفه الصلبة من الاحتلالين الروسي والإيراني، كما رفض الجلوس مع أي منهما على طاولة حوار واحدة،
عرف الرجل دولية اللعبة، فأبدى في إحدى تصريحاته خشيته من أن يكون هناك اتفاق ضمني بين أمريكا وروسيا حول سوريا يفضي إلى إفشال الثورة ويحقق مصالح البلدين في المنطقة على حساب تطلعات السوريين. منصب عقاب يحيى في الائتلاف وأقدميته فيه أمران جعلاه أكثر اطلاعا على ما يدور في أروقته، فحضر غالبية اجتماعاته وكان ضمن أعضاء لجنة الكبار أو ما تعرف بلجنة الحكماء، وهي أعلى مرتبة في الائتلاف، إلا أنه حضر في المقالات النقدية والمقابلات الصحفية والإعلامية أكثر من حضوره على مستوى الحل والتغيير وإحداث فروقات واضحة في عمل الواجهة الثورية السياسية. حقيقة يعني مسألة أقرب إلى الكوميديا السوداء. رغم كل شيء يعرفه ومآخذه الكثيرة على الائتلاف وأعضائه، يواصل عقاب يحيى مهامه فيه ويحضر اجتماعاته الماراثونية وما تشمله من جدل بيزنطي. عقاب قال إن أعضاء الائتلاف ليسوا أوصياء على الشعب السوري، هذا تصريح واحد يضاف إلى مئات التصريحات الصادرة عنه، لكنها لا تزيد على أن تتجاوز متحف الكلمات دون أي تطبيق ملموس أو حتى موقف شفافية ومكاشفة يستعرض من خلاله حالة الائتلاف الفوضوية وفشله في إدارة الأمور وارتهانه لجهات خارجية. مشاهدينا، ضمن كم كبير من التسجيلات الكثيرة التي باتت بحوزتنا لاجتماعات الائتلاف، قمنا بالبحث والاستماع لنفهم ماذا يجري خلف أبواب الاجتماعات المغلقة. وجدنا لعقاب يحيى هذا التسجيل الصوتي الذي يعترض فيه، كما سنستمع إليه معا، على أداء الائتلاف ويتهم أعضاءه بعدم الفعالية ويقول ألا مهمة له شخصيا. وبهذا يحيى يبرئ كل من يهاجم الائتلاف من تهمة التجني عليه وعلى أعضائه، فهو منهم ويهاجمهم في وجوههم. تعالوا على كل نستمع معا إلى هذا التسجيل الصوتي المسرب لعقاب يحيى من أحد اجتماعات الائتلاف، ولتوضيحه أكثر على مسامعكم سنكتب أمامكم على الشاشة ما يقوله. هل هناك ائتلاف؟ هل نحن هيئة نتحمل مسؤولية الكلمات السريرة الواردة من ميثاق الائتلاف في موضوع أننا نمثل الشعب السوري، الثورة السورية؟ أنا أشك في ذلك، وإلا نكون طريفين جدا. للأسف الشديد تعبنا ونحن نتحدث عن المؤسسة والتسهيل وعن ردود سياسات وقرارات ومتابعة قرارات. ما الذي حدث منذ تفكير الائتلاف الآن؟ أنا أقول نتكلم في دائرة مفرغة، كثير ما يضع آراء تؤخذ بعض القرارات الطبيعي والصحي وليس هناك متابعة، وكأننا فقط نأتي للتسمية في فنادق نسلم على بعضنا نتحاور البعض يكتب ثم يذهب كل منا إلى بيته أو إلى المسلمين. أنا أعرف الائتلاف ليست في أي دولة. هذا الائتلاف الباقي لهذه التسمية نحن نقول إلى الهوية ولا نكتب على بعض. حين يسمع الناس بمصطلح لجنة الحكماء في الائتلاف يخيل للبعض أنها مجلس الحل والعقد وأنه المرجع الأخير الذي سيصحح كل الأخطاء والانحرافات ويحمي الائتلاف من الوقوع في مطبات تهدد مصداقيته. لجنة الحكماء هذه مهد فكرة إنشائها مقترح من برهان غليون أواخر العام 2011، ثم في تشرين الثاني 2012 تشكلت وكان عقاب يحيى من ضمن أعضائها. بحثنا كثيرا عنها، عن ماهيتها أو القرارات التي اتخذتها أو المواقف التي تحسب لها، لكننا لم نجد، وكأنها ماتت قبل أن تولد. صورة عن قرب نقدمها لكم حول لجنة الحكماء.
آب 2011 دعا برهان غليون لتشكيل لجنة حكماء على أن تضم 12 إلى 15 شخصية من رجالات المعارضة السورية بجميع أطيافها. من شروط اللجنة أن لا يكون لأعضائها طموحات لاحتلال مناصب سياسية، وبمجرد أن ينتهوا من مهمتهم يذهب كل منهم إلى بيته. اللجنة شملت شخصيات من معارضة الداخل والخارج بهدف التمهيد لمرحلة ما بعد سقوط النظام وتشكيل حكومة انتقالية. من بين أعضاء اللجنة عارف دليلة وحسين العودات وبرهان غليون وأحمد الصياصنة وعقاب يحيى. صدرت تصريحات عن أعضاء من اللجنة حينها بأنها لن تكون بديلا من الحكومة الانتقالية ولن تسحب الصلاحيات من المجلس الوطني. كثيرون شككوا بإمكانية وجود تأثير للجنة الحكماء على الأرض طالما أن الكلمة الفصل للسلاح، وأن جزءا ممن تصدروا المشهد السياسي يفتقدون للحكمة. استمزجنا عددا من الآراء الذين يعرفون عقاب يحيى، من ضمنهم صبح الدسوقي الكاتب الصحفي وهو من أصدقاء عقاب. قدم لنا شهادته حول تطلعات عقاب يحيى لتحقيق أهداف الثورة السورية وإصلاح عمل الائتلاف الوطني. المزيد في شهادته التالية. تعرفت على عقاب يحيى منذ بداية الثورة السورية، وكان أداؤه أداء ثوري بامتياز. حاول أن يقدم ما يمكن من أجل دعم الثورة السورية وتطلعات الثوار بتحقيق انتصار لثورتهم بالحرية والكرامة. لا زال هو يعني يعمل بدأب وبجد من أجل أن يثبت إمكانية تحقيق هذه الثورة السورية، ولم يبخل مطلقا في أن يقدم من جهده وتعبه من أجل هذا الأمر. حاول كثيرا بعد انتسابه إلى الائتلاف المعارض السوري أن يصوب ما يفعله الائتلاف، لكنه أخفق كثيرا، لأن الائتلاف لديه خط واضح ولديه مجموعة متحكمة في قرارات الائتلاف وفي مسيرة الائتلاف. لذلك أنا أقول أنه فشل في أن يحدث تغييرا حقيقيا وفعلا حقيقيا في أداء الائتلاف. كما هناك الكثيرون من زملائه الأنقياء الذين أعلنوا انسحابهم من الائتلاف لأنهم لم يستطيعوا أن يحدثوا أي فرق في وجودهم ضمن هيكلة الائتلاف. الائتلاف منذ بداية الثورة السورية أثبت فشله وأثبت أنه مكرس من أجل خدمة أغراض شخصية لمن يتحكم بأداء الائتلاف ويتحكم بمصير الائتلاف وتطلعات الائتلاف. لم ينحاز الائتلاف إلى تطلعات الشعب السوري بثورته بالحرية والكرامة، بل انصرف إلى تحقيق ما يريده الداعم وتنفيذ رغبات ذلك الداعم. لذلك فشل الائتلاف في أن يكون صوتا للثوار السوريين. أيضا الكاتب السياسي صلاح الدين الحموي أشاد بتاريخ عقاب يحيى الطويل في المعارضة، لكنه طالبه بكشف الغطاء عمن يتفردون بالائتلاف الوطني باتخاذ القرارات لخدمة أجندات معينة. نستمع إليه يحدثنا من اسطنبول. أنا أقول الأستاذ عقاب هو واحد من مجموعة له تاريخ طويل في مقارعة عصابة بشار الأسد. هو ملاحق من ربما نهاية الستينات بداية السبعينات، وعاش حياة الملاحقة والتعب، ثم تنقل ببلاد الغربة. وهذا الواقع لا يستطيع أن ينكره أحد، أن عقاب يحيى له تاريخ معين، تاريخ نضالي طويل. لكن النقطة الأساسية، نحن نتكلم الآن، نتناول الأستاذ عقاب يحيى على أنه عضو في الائتلاف وعضو في الهيئة السياسية تقريبا منذ أن تأسست. إشكالية الهيئة السياسية الآن ووجود الأستاذ عقاب يحيى فيها، في عندنا مجموعة متحكمة 4-5 أشخاص، وهؤلاء لهم صلات بدول ومدعومين دعم كبير. الأستاذ عقاب بمظهره العام يظهر على أنه كأنه معهم. لا يستطيع أحد أن يقول أن عقاب يحيى
يتعامل مع دولة أو هو عميل دولة. أما كثير من الناس يقولون عن الجهة المتنفذة المعروفة في الائتلاف ما سمي بالجيفور أنهم عملاء دول. فظهور الأستاذ عقاب يحيى في هذا المظهر معهم يخدش تاريخه الناصع، فينبغي عليه أن يتمايز معهم تمايزا كاملا. مع العلم عند الحوار والنقاش الأستاذ عقاب يتكلم بشكل صريح ويناقش ويحاور ويتصادم، لكن المشكلة ليست مشكلة حوارات، المشكلة في المشهد النهائي. هم يطبخون، يرتبون المشهد، يرتبون حتى فريق الهيئة السياسية بحيث يستطيعون أن يأخذوا الأصوات، ربما بضغط، ربما بتخويف، ربما بقضية مالية. الأستاذ عقاب يظهر من المظهر الخارجي على أنه واحد من هؤلاء، لكنه هو ليس منهم. لذلك أنا أقول من هذا المنبر لعقاب يحيى ولأمثالي في الائتلاف الشرفاء، يجب عليهم أن يكشفوا الغطاء عن أولئك، يبتعدوا عنهم حتى يسقطوا وتسقط الذرائع. ككل سوري كان يعول على أهمية العمل الجماعي الحر بعد سنوات الاستبداد الطويلة، عول عقاب يحيى على وحدة الصف، لكنه في الوقت عينه انتقد ضعف المعارضة السياسية وتشتتها، وصف المسألة السورية بالمعقدة وأشار إلى لعبة دولية حيكت لإفشال المشروع الثوري السوري. أما محادثات جنيف فهي من وجهة نظره تدور في حلقة مفرغة ولم يتمخض عنها أي نتائج ملموسة حتى اليوم. على كل مشاهدينا فيما يلي سنقوم أنتم وأنا بوقفة عند أبرز التصريحات التي وردت على لسان عقاب يحيى. قال عقاب يحيى متحدثا عن زملائه في الائتلاف: إننا لسنا أوصياء على الثورة التي لم تنتج للأسف قيادات من صلبها، وهناك من حاول أن يركب موجتها. من أقواله أيضا إن أحد الأخطاء في الثورة هي المراهنة على الخارج والتصور أن الدول الغربية ستحسم الأمور، لأن ذلك يهدد القرار الوطني. ينسب له أيضا تصريح جاء فيه أن من أهم المشاكل التي تواجهها الثورة ضعف المعارضة البنيوي وتشتتها واختلاف منظورها وفقدان القيادة الموحدة. لعقاب يحيى أيضا تصريح جاء فيه أن المعارضة اضطرت إلى الانتقال من تنازل لآخر دون الحصول على أي شيء، وظلت جولات جنيف تدور في الفراغ. قال عقاب يحيى إنه ونتيجة موقف المجتمع الدولي بشكل عام والاستراتيجية الأمريكية على وجه الخصوص تبدو المسألة السورية شديدة التعقيد. أيضا فيما رصدنا قال عقاب يحيى إن ما تشهده الثورة لا يعني إلغاء جولات المفاوضات السياسية ولا العلاقات الدولية مع الأصدقاء، وإنما وضعها في مكانها الصحيح. أيضا أبدى عقاب يحيى خشيته من وجود كيانات مستقلة في سوريا، وأضاف أنه سيأتي يوم للمطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية بما فيها التركية. وعن موقفه من الأكراد قال عقاب يحيى إن الكرد سوف يتمتعون بكل حقوقهم القومية في سوريا الجديدة إلى جانب جميع مكونات المجتمع السوري. محمود الوهب كاتب وناشر وهو من أصدقاء عقاب يحيى حدثنا عن تاريخ الرجل في معارضة نظام الأسد الأب والابن ومحاولاته للارتقاء بالعمل السياسي للمعارضة، ولكن هل نجح؟ المزيد فيما يلي. عقاب من الناس الذين تمسكوا بالأخلاق قبل أن يتمسكوا بالسياسي، وهو مثقف أميل إلى الثقافة منه إلى السياسة، والسياسة عنده هي عمل وطني لا غير، ليست مناصب وليست مساعي إلى مراكز معينة، وإنما السياسي عنده عمل
وطني غايته الارتقاء بوطنه سوريا على غير صعيد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وهو عضو ائتلاف وأمر طبيعي أن يكون شخص مثل إعقاب يحيى عضو ائتلاف أو في هيئة القيادة المعارضة، فهو من المعارضين الأوائل كما أسلفت. وإذا أردنا أن نتحدث عن الائتلاف وعن إعقاب كعضو في الائتلاف، فلعله أول من انتقد، وما أعرفه أنه أنشأ ورشة دعا إليها أكثر من 20 من المهتمين بالشأن السياسي، ومنهم من هو قريب من الائتلاف. وكانت هذه الندوة عام في أواخر أيار من عام 2016. وانتقد الائتلاف ومسيرة الائتلاف وما وقع فيه الائتلاف من أخطاء. ولكن إذا ما أردنا أن نتحدث بحق وبموضوعية عن الائتلاف نقول، أو عن كل القيادات التي جاءت إلى المعارضة، نقول هي القائد يعني يجب أن يكون متمكن من أمرين، أو بيده زمام أمرين، زمام نفسه بالأول وزمام الأدوات التي يعمل بها. وللأسف الشديد في الائتلاف لا يوجد هذان الأمران بالضبط. مشاهدينا فاصل ونواصل قصة عقاب يحيى، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. كعادة أورينت التي تفتح المجال للجميع للتعبير عن آرائهم وحفاظا على حقهم بالتعليق أو الرد، تواصلت مع السيد عقاب يحيى لأخبره أننا بصدد الإعداد لحلقة عن مسيرته، متيحة المجال له للتعليق وإبداء الرأي وحتى الرد على المواد التي سنقدمها في هذه الحلقة، ولكنه رفض المشاركة، وحجته أن الائتلاف مقاطع لأورينت بسبب ما أسماه التهجم على أعضائه، وأنه بحكم صداقته الشخصية معهم فهو ملتزم بالقرار، لهذا أصر على موقفه الرافض للمشاركة، مع تأكيدي له بأن أورينت لا تتخذ مواقف شخصية من أحد، وإنما تريد مناقشة الحقيقة بأوجهها المختلفة وإظهار هذا النقاش لمشاهديها، وهذا هو دور وسائل الإعلام التي لا تعمل وفق مبدأ الصداقة أو العداوة، بل تهتم بإثارة الجدل في كل ما يمس حياة الناس والشأن العام الذي يتصدى لمسؤوليته أشخاص. تهيمن عقلية الصراعات وافتعال المشكلات والخلافات الجزئية على الأعضاء في الائتلاف الوطني، فلم يعد الاجتماع المتعلق بالشأن السوري العام يجمع الكثير من الأعضاء، فيما يحضر كل الأعضاء تقريبا لاجتماعات ذات الطابع الداخلي المتعلقة بتوزيع المناصب والمكاسب. وتوضح المقاطع المسربة من داخل الاجتماعات التي تجرى داخل الائتلافات داخل الائتلاف هذه الصراعات الكبيرة بين أعضائه، الأمر الذي انعكس على أدائهم السياسي وضعف موقفهم أمام المجتمع الدولي. الأداء السياسي الهزيل الذي ظهر به الائتلاف الوطني منذ تأسيسه يعكس صورة العلاقات وطبيعتها التي شكلته.
فالاختلاف الكبير بين مكوناته وعدم التجانس بين أعضائه أدي إلى إضاعة بوصلة العمل الوطني والسعي وراء المصالح الشخصية على حساب مصلحة الثورة، ناهيك عن عدم الخبرة في مجال العمل المؤسسي. الكثير من التصريحات التي يطلقها بعض الأعضاء والخارجة عن تطلعات الشارع السوري أظهرت مدى عدم التنظيم والعشوائية التي يدار بها العمل داخل الائتلاف. الائتلاف نفسه الذي وبعد كل تصريح من هذا النوع يسارع للتبرؤ منه بحجة أنه لا يمثلهم ولا يعكس سياستهم. كل ذلك لا يمكن أن يحدث في مؤسسات تحترم نفسها وتعمل لمشروع كبير بحجم تضحيات الشعب السوري، ما يدل على عدم تنسيق المواقف والمبادئ التي يعملون عليها وعدم اتضاح الرؤية التي يسيرون على ضوئها، فيما يتجه بعض الأشخاص المنتمين له لعقد الاجتماعات مع بعض الجهات أو الدول وعقد الصفقات دون علم البقية بما يقوم به هذا الشخص أو ذاك. هذه الممارسات التي تحدث تؤشر إلى أزمة عميقة يعاني منها الائتلاف، الذي لم يستطع على الرغم من طول عمر تكوينه أن يتجاوزها، ما حدا بالكثير من الأعضاء المنتمين له للتخلي عن عضويتهم والتخلي عن هذه المؤسسة التي أصبحت تشكل عبئاً عليهم وعلى مسيرتهم السياسية. عفواً مش تكوين، مش تكوين، نفتح الأنترنت. عفواً نفتح الأنترنت. المقاطع الصوتية المسربة من اجتماعات تحدث داخل الائتلاف تظهر المناكفات الكبيرة التي تجري بين الأعضاء، مناكفات تصل حد رمي الاتهامات والصراخ، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمل مؤسسات الائتلاف نفسه عدة مرات، بما في ذلك الحكومة المؤقتة، هيئة تنسيق الدعم والسفارات والممثليات، كما أدت إلى توقف المشاريع وتعطيل صرف المنح المقدمة من الدول للشعب السوري. لذلك احنا متمسكين في العمليه السياسيه. اذن هي صراعات ومشكله داخليه تعصف بالائتلاف الوطني اصبحت سمه بارزه فيه، فلم تعد الاجتماعات التي تعقد لمناقشه قضايا الثوره من الامور التي تستدعي الاعضاء لاصدار قرار من شانه دعم هذه القضيه او تلك، فيما يحضر اغلبهم بشان يتعلق بالمناصب وتوزيع المهام السياسيه. سامر العاني كاتب صحفي مقيم في غاز عنتاب حدثنا عن سيرة عقاب يحيى ومحاولاته لتصويب عمل الائتلاف الذي يراه بحاجة ضرورية له، ولكن ما النتيجة؟ المزيد في الشهادة التالية. طبعا سيرة الرجل معروفة منذ بدايات عمله، يعني في السبعينات. لا يخفى على أحد أن السيد عقاب طرح عليه أن يكون عضوا في القيادة القطرية ومن الدائرة الضيقة لمراكز القرار في سوريا، إلا أنه رفض ذلك. المسألة أن عقاب يحيى يعتبر من الأشخاص القليلين، يعني من 10% الإصلاحيين في الائتلاف الوطني، يعني سعى كثيرا لإصلاح النظام الداخلي، سعى كثيرا لإصلاح بنية الائتلاف، كان من المعترضين على أن يوقع على النظام الداخلي بدون أن يناقشه، لكن لم يكن هناك قدرة من عقاب يحيى أو غير عقاب يحيى على إصلاح الائتلاف بسبب كم الشخصيات، بسبب التحالفات طبعا والتوازنات، وبسبب كم الفساد الموجود في الائتلاف. فكما يقال يد واحدة لا تصفق، لم يستطع هو أو أشخاص آخرين من الإصلاحيين بالائتلاف أن يغيروا هذه البنية. أنا أعتقد أن سيرة عقاب يحيى هي سيرة غير ملوثة، سيرة لا تشوبها شائبة. عقاب ينتمي إلى الخط الوطني. أعتقد ما يجب أن ينقد اليوم هو عمل منظومة الائتلاف ككل، ما يجب أن ينقد هم الشخصيات التي أدت إلى خلق شرخ حقيقي ما بين الائتلاف الوطني وما بين جمهور الثورة، ما بين الائتلاف الوطني كمنظومة سياسية أو مؤسسة سياسية وما بين النشطاء الثوريين.
حافظ قرقود كاتب صحفي من أصدقاء عقاب يحيى حدثنا من ستوكهولم عن شهادته حول عقاب نفسه كمعارض والعقبات التي يصطدم بها في مسيرته في الائتلاف الوطني. عقاب يحيى يعني عندما نتكلم عن شاعر مرهف، نتكلم عن أديب، نتكلم عن سياسي، جمع كل آلام السوريين أحيانا في بعض الجمل، في بعض التفاصيل، حتى في نظرته للأمور. كان عقاب يحيى مكسب للثورة السورية من خلال تجربته تلك الغنية سابقا ولاحقا، حتى بانتقاله من سوريا إلى الجزائر ومعرفته بالأنظمة العربية، بطريقة التفكير العربي، وهو الإنسان الذي أراد لبلاده مبكرا أن تعيش حالة ديمقراطية، وخاصة عندما ساهم بتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي في منتصف السبعينات وعانى لأجله ولوحق إلى أن غادر البلاد. لاحقا عندما قامت الثورة السورية اعتقد عقاب يحيى من الأشخاص الذين اعتقدوا أن عودته إلى سوريا قد اقتربت. هذا الشاعر والأديب والسياسي سيعود إلى بلده، إلى السلامية التي قدمت لنا الكثير من المبدعين والكثير من الشخصيات اللامعة. لكن عندما جاء إلى تركيبات الثورة أعتقد بأن لم تؤخذ آراء شخص كعقاب يحيى على محمل الجد أو التنفيذ. هو لم يطالب حتى من تشكيل المجلس الوطني لمكاسب شخصية، أراد إصلاح كل خطوط المعارضة لكي لا تقع بمآزق أخرى وقعت فيها المعارضات العربية. أراد أن يقدم تجربة نموذجية جامعة للمعارضة بغض النظر عن الاتجاهات بين يسار أو يمين أو وسط أو إسلامي أو غير إسلامي. أراد أن يقدم وجهة وطنية لسوريا، فاصطدم بتركيبة المجلس الوطني سابقا، الذي ظن المجلس الوطني بأن عقاب يحيى يشاغب على تركيبة هذا المجلس لإفشاله. ثم عندما جاء الائتلاف عقاب يحيى لم يرغب أن تبقى تأليف الائتلاف نفسه بنظامه الداخلي من خارج سوريا، من يعني أن يؤلف الائتلاف أو يكتب النظام الداخلي الائتلاف شخص غير سوري، حقيقة مؤلم لنا كل هذه الطاقات الموجودة في سوريا ويكون النظام الداخلي الائتلاف بقلم غير سوري. لذلك وقع الائتلاف في أزمات متتالية. لا يمكن لأي متابع ومهتم بمراقبة مسار وأداء الائتلاف أن يخطئ في تمييز عقاب يحيى كصوت مختلف مخلص لرؤيته النقدية ولتجربته المخضرمة في العمل السياسي. وقد قلبنا في الصحف القديمة والحديثة فوجدنا قلم عقاب يحيى الناقد اشتد عوده في عامي 2018 و2019، وعلى ما يبدو فإن يقين يحيى ازداد بعدم جدوى الائتلاف وفاعليته رغم أنه أحد أعضائه، وأن خيبته وصلت إلى مدى أخرجه من الصمت على أمل أن يتحسن الحال، فتراه يلعب دور المعارض الناقد للتجربة، مع أن اللعبة السياسية تقتضي أن يلعب الفرد أحيانا دورا واحدا، فإما معارضا مؤمنا بالتجربة داخل الهيئة التي ينتمي إليها أو ناقدا محتجا ينسحب منها حين ييأس من إصلاحها، ليس أحيانا على مدى الطريق. الآن يبرز السؤال المشروع، كيف تبقى داخل هيئة سياسية تنتقدها دائما؟ على كل مشاهدينا نحن اخترنا لحضراتكم بعض الأمثلة البسيطة لمقالات عقاب النقدية وفي التالي نستعرضها معا. بالبداية، هل هذا كتب عقاب يحيى في الرافد بتاريخ 1 حزيران عام 2018 تحت عنوان هل يمكن استعادة القرار الوطني؟ في هذا المقال تحدث عقاب يحيى عن القرار الوطني سواء عند المعارضة أو النظام، ويرى يحيى أن التدخلات الروسية والإيرانية فتحت الأبواب واسعة لتدويل القضية السورية، وباتت روسيا هي المتحكمة بالوضع وهي التي
التي تفاوض قوى المعارضة، وهي الوصية على النظام. وعلى الصعيد الخاص بالمعارضة، قال يحيى إنه يجب الاعتراف بأن المعارضة بهيئاتها السياسية والمسلحة قامت في السنوات الأخيرة بانتهاج سياسة بعيدة عن الشعب وأصبحت رهن أجندات خارجية. وتابع أن الائتلاف مسؤول لدرجة كبيرة عن الخلخلة في فقدان القرار الوطني، بدءا من عجزه عن تأمين موارد تمويله من السوريين وصولا إلى الرهانات على الخارج في فرض حل سياسي ما، بينما كان يفقد وزنه ومشروعيته على الأرض. أيضا سنقرأ التالي من الرافد، أيضا قرأنا في 13 من شهر تموز عام 2018 تحت عنوان هل تملك المعارضة خيارات ما؟ كتب عقاب يحيى وقال إن المعارضة السورية بكافة هيئاتها وتلاوينها تعيش مرحلة حرجة وتجد نفسها في حالة ضياع ومجبرة على كثير من التنازلات واقعيا. ويرى يحيى أن المعارضة حاليا في وضع جديد يتسم بالانفصام بين قوى الثورة ووجود أكثر من رأس وبرنامج ومرجعية، الأمر الذي أدى إلى انتزاع الأوراق المهمة التي كان يمكن أن تكون قاعدة استنادها في المفاوضات وفرض حقوق من تمثل. ودعا عقاب في ختام مقاله لإعادة النظر في سياسات المرحلة السابقة وتجاوز الأخطاء والعمل وفق برنامج عملي يحدد الاستراتيجية والتكتيك ويعي الفرق بين المرحلي والمستقبلي. أيضا نختم بمقال آخر من مركز الشرق العربي للدراسات لعقاب يحيى، نشر بتاريخ 2 حزيران 2019، حمل عنوان محرقة إدلب وأهدافها. تحت هذا العنوان هاجم يحيى مباحثات أستانا ووصفها بالكذبة الكبيرة والمسرحية الروسية، وراح يقول إن ما يجري في إدلب حاليا يضع تركيا في موقف يتطلب منها إعادة النظر بعلاقتها مع روسيا، سيما وأن الروس أحد الأطراف الضامنة لمباحثات أستانا ومناطق خفض التصعيد التي صدرت عنها. وختم عقاب بدعوة فصائل الجيش الحر للتوحد ووضع حد لهيئة تحرير الشام نظرا لما تمثله من تهديد دائم لإدلب وسكانها. إذن كان هذا استعراض لأبرز مقالات أو بعض مقالات عقاب يحيى. مشاهدينا، بعد هذا الاستعراض السريع نريد ما ذكره لنا أحد مصادرنا الذي لم يشأ ذكر اسمه، الذي يرى أن ما فعله عقاب يحيى وميشيل كيلو أنهما كانا بمراكز ومناصب سياسية في الائتلاف، هذا قربهما من مصادر المعلومات والأخبار فاستخدماها في كتابة التحليلات السياسية وبيعها للصحف ووسائل الإعلام، وهو ما أزعج المحللين السياسيين من المفترض أن هذه تكون مهنتهم ومهمتهم، فحرمهم تصرف الرجلين من الحصول على الأسبقية الإعلامية، وهو بالتأكيد ما كرهوه مما أسموه لعبة شاذة، أي أن تكون في منصب مسؤولية وتستخدمه للعب دور الإعلامي، فهجر العمل مع الائتلاف وبالتالي خسرت القضية السورية المناصرة الإعلامية لها بسبب تلك الازدواجية على حد تعبير مصدرنا. عمار عز مراسل أورينت نيوز في اسطنبول قدم شهادته هذه عن عقاب يحيى من خلال لقاءاته معه في مكتب أورينت ونشاطات واجتماعات الائتلاف بحكم عمله. من خلال لقاءاته المتكررة مع عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عقاب يحيى، إن كان في مكتبنا هنا في اسطنبول أو من خلال تغطية اجتماعات ونشاطات الائتلاف في مقر الاجتماعات في مقر الائتلاف، يعني يمكن القول بأن السيد عقاب يحيى كان لديه طروحات متوازنة وعقلانية، يعني كان
خلال كل الاجتماعات التي حضرتها كان ينتقد عمل المعارضة وينتقد عمل الائتلاف، كان أيضا من دعاة أن تتواجد المعارضة في الداخل وأن يتم الاستفادة من الضباط المنشقين، ويعني دائما ما كان يقوم بانتقاد أداء المعارضة وأيضا أداء الائتلاف، وأيضا يعني وجهة نظره بأن المعارضة لم تستطيع تمثيل الثورة وأيضا لم تستطع أن تقدم قيادات لهذه الثورة. ولكن يعني أنا أستغرب كيف يبقى في الائتلاف إلى هذا الوقت، لماذا إذا كان يرى بأن لهذه الدرجة أن أداء المعارضة سيء وأن الائتلاف لم يقدم للثورة ما يجب أن يقدمه، لماذا يبقى حتى الآن في هذا الائتلاف ولماذا يستمر في عمله في هذه المؤسسة التي يراها بأنها لم تقدم للثورة، ويعني بقي في الائتلاف يعني الائتلاف بعد السنة الأولى من التأسيس أصبح يعني همه وشغله الشاغل هو الانتخابات الداخلية في الائتلاف، في انتخاب هيئة سياسية وانتخاب أمين عام وانتخاب رئيس الائتلاف، أصبحت الانتخابات ضمن الائتلاف هي ضمن نشاطات ومهام الائتلاف وليس متابعة شؤون السوريين كان بالخارج وأيضا في الداخل، وبالتالي بقيت كما قلت الانتخابات هي الشغل الشاغل، ومن يريد أن يدخل إلى الائتلاف ومن يريد أن يخرج ومن هي الكتل التي يجب أن تستلم ومن هي الكتل التي يجب أن تخرج. وإذا كان يعني السيد عقاب يرى بأن التدخلات الدولية يعني هي السبب فيما وصلت إليه الثورة، يجب أن يغادر كان الائتلاف الذي هو يمكن نقول بأنه عبارة عن نتيجة من التدخلات الدولية التي فرضت يعني أشخاص أو مجموعات معينة يجب أن تكون في الائتلاف. استعرضنا آراء عينة من الشارع السوري في الشمال المحرر حول أداء عقاب يحيى، فجاءت الإجابات كالتالي. عقاب يحيى عضو هيئة سياسية بظن الائتلاف الوطني، طلع علينا من جديد، هو له إطلالات 4 أو 5 مرات، زلمة عم يبيعنا كلام مثله مثل أي عضو بالائتلاف الوطني. نحن شعب عم يقدم تضحيات وعم يتهجر، يعني ما عاد بينفعنا تقدم كلام، بدنا شيء واقعي على الأرض. أنا بوجه سؤال لعقاب يحيى. عقاب يعني بعد هالسنوات الطويلة إذا أنت بدك توجه للشعب السوري وتقول لهم أنا حققت لكم الإنجاز الفلاني، أي إنجاز حسنت توصل له خلال هالسنوات اللي أنت كنت فيها كمتصدر للهيئة السياسية بالائتلاف؟ للأسف أنا لو مكان أي واحد منهم بتوجه أقل ما يمكن بخطاب اعتذار لأرواح الشهداء اللي تقدمت، للتضحيات الكبيرة اللي قدمها الشعب السوري، خطاب اعتذار، خطاب انه نحن ما طلع بيدنا اكثر من هيك. اذا كان هي اذا بدي اخذ على حسن النوايا، بس هن للاسف مصرين على تمسكهم بمناصبهم رغم انه هن اثبتوا انه هن كان اداه لوقت الثوره السوريه، وان شاء الله هي الثوره اكبر منهم واكبر من حجمهم، ورح نستمر حتى تحقيق طموحات شعبنا بالحريه. يا اخي انا عقاب يحيى بعرفه مثل اي واحد بالائتلاف الوطني، صرنا 7-8 سنين على نفس السيناريو عم يتكرر، بيطلعوا على التلفزيونات بيقولوا نحن عم نقدم، نحن قدمنا، نحن اعطينا، نحن حطينا، بس على الواقع على الارض نحن ما شايفين شيء. نحن كشعب مهجر من الغوطه الشرقيه، نحن ما بنطلب منهم لا يطلعوا على التلفزيونات، لا يوعدونا بشيء، ما لهم حاسنين يقدموا، ينزلوا يشوفوا الارض على الواقع، ينزلوا يشوفونا، يحطوا كتفهم على كتفنا ويقدموا لنا. نحن من برا من قلب الفنادق ما لنا طالبين منهم اي شيء ابدا. عقاب يحيى بعرفه ابن مدينه حما، عضو بالهيئه السياسيه للائتلاف الوطني. طبعا مثله مثل غيره يعني من اعضاء الائتلاف اللي قاعدين برا بالفنادق، وكل فتره بيطلعوا على التلفزيون بيحفزوا الشعب السوري انه اصبروا ونحن عم نشتغل ونحن عم نقدم. طبعا بس نحن ما شفنا شيء على الارض ملموس. نحن كل الجماعه اللي عم تحكي باسم السوريين اللي قاعدين برا ما بيمثلونا لحتى نشوف حدا منهم فات وعلى المخيمات وطالع على الناس اللي قاعده بالمخيمات. عقاب يحيى هو احد اعضاء الائتلاف اللي كان اعتماد الشعب السوري والثوره هو عليه وعلى كمالة الائتلاف، ولكن سبحان الله خزلوا الثوره وخزلوا الشعب، باركين في تركيا وفي الفنادق، نهار في اوروبا، نهار ما بعرف وين، والعالم هون اهلنا في حماه في ادلب نايمين تحت الخيم وفي الشوارع، ما تحرك ساكن او نزل على سوريا، بس لو كان انه نحن معكم صحيح من كذب، بس ولكن هو انسان فاشل عم يشتغل هالشيء لمصلحته الشخصيه كماده وكسلطه فقط لا غير.
بعد كل ما كشفنا واستعرضنا وشاهدنا، تبقى شخصية عقاب يحيى تقف على حدي نقيض. فهو ليس من أعضاء الائتلاف الذين اعتادوا البيع والشراء ثم محاولة تبرير أخطاء الائتلاف وانحرافاته، لكن موقفه النقدي الشجاع والممتلئ بالبصيرة الوطنية داخل الائتلاف لم يقد إلى أي نتائج ملموسة. وهنا لابد من القول إن الشعب السوري وكما سمعنا ينتظر أفعالا وليس أقوالا. السؤال الأهم ختاما والذي يتبادر تلقائيا، هل بقي عقاب يحيى داخل الائتلاف الذي ينتقده ويبرز سلبياته ليحصل على مكتسبات مادية أو حظوة معينة كوجه لديه ما يقوله فعلا ولا يمكن تهميشه؟ وهل آثر البقاء إلى جانب مصدر المعلومات للاستفادة منها بصفته كاتبا ومحللا؟ أم أن لعقاب يحيى حسابات أخرى لم يشأ الإفصاح عنها حتى اليوم؟ نأمل أن نجد جوابا فعليا على مثل هذه التساؤلات، لأننا منبر لإثارة الجدل والنقاشات الحقيقية المثمرة، لا لإصدار الأحكام كما يزعم البعض. مشاهدينا، للتواصل مع فريق البرنامج يمكنكم ذلك على الإيميل المبين على الشاشة أمامكم. إلى اللقاء.